عليكم كديري لاباس؟ شباركم صحيح لاباس؟ ان شاء الله اليوم عندي واحد الدجاج بغيت نحمرها. تشاهينا الدجاج محمر، دجاج على اصول الضغميره. بغيت نشارك معكم الى كلشي تعرف كيفاش الدجاج يتحمر، ولكن بغيت نشارك معكم. انا عندي واحد الدجاجه هي غسلتها مزيان، ولكن ملي غسلتها رقدتها شويه في تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال سكنجبير، وجوج معالق ونص ديال الملحه، واحد نص كاس ديال الخل، شويه ديال الحامض، وجوج معالق ديال هذا ديال الطحين. هادشي فاش تنرقد انا الدجاج ديالي حتى تيتصل مزيان، عاد تنديرو في الماء وتندير عليه هذوك الكلوت وتنخليهم. هنا راني غسلته مزيان، ها هو تشوفو تيقطر. هنا عندي واحد ربعه ديال البصلات كبار والطميرات كل كثيره، ما تنبغيش نحلها باش ما يمشيلهاش داك الجهد ديالها. غسلتها هنا وخليتها نحيدها، تنبغي نقطعها ونقطعها. وهنايا عندي واحد نص كيلو ديال الكبادي والدجاج ديال الدجاج والكناصي مغسولين مزيان، شي كنت تترقد كيفاش هذا. المهم هادشي اللي كاين. والعطريه هنايا كاين عندي، هنا عندي معلقه ديال سكنجبير ومعلقه صغيره مع مرش ديال الابزار البنات، وشويه ديال الزعفران عرق، ودرست معاه شويه ديال الملون باش يعطيني اللون، وواحد راس معلقه ديال القرفه، وشي راس معلقه ديال الملح، لان الملح ما غسلت بالملح ما قدرتش ندير الملح بزاف تنشوف هذا. وعندي واحد شويه ديال السمن ديال هو كنور ديال السمن. هنا عندي واحد جوج طريسات ديال الثومه، هما قرط الثومه هنايا. وهنايا عندي واحد شويه ديال الزعفران الحر، هذا حتى الاخر غادي نديرو، الريحه ديالو غزاله. هو الزعفران الحر هذا جبتو لي اختي من البحرين غزال. سمحوا لي التليفون ديالي صونا. المهم وعندي هنايا شويه ديال المعدنوس، كاين اللي تيبغي يدير المعدنوس، انا تيعجبني الدجاج بالمعدنوس تعطي واحد النكهه غزاله. مثل هذا ما عنديش الصراحه، واحد الحاجه اللي ما بقاتش عندي، المهم ندير ديك العطريه ديالي هنايا، ندير ديك الثومه، ندير واحد واحد كاس ديال الماء اللي غادي نحرك لينا هادشي هذا كامل، وندير شويه ديال الزعفران شعره، وحتى البلاتي ونزيد شويه في هذا باش يدخل الدجاج مزيان، نزيد شويه ديال الماء، نحاول نشرب من ديك الدجاجه مزيان، ونديرها في الكوكوط، نحاول ناكل داك الطعمة ديال السمن. طريقة سهلة وبسيطة، نحاول ندير شوية ديال الزعفران هنايا، شوية بلاتي نزيد شوية في الكوكوط. نحاول بانني ندخل ليها شويه ديال تديروا لها بحال كره تطلع غزاله ولذيذه، كلشي تيدخل ليه ديك العطريه.
صراحة درت طبسل صغير، نحاول نسد ليه رجليا بيضا، نحاول نحك هاديك العطرية عاوتاني من الفوق مزيان على هكايا كاملة. تنعيلو شي مناسبة، شي مناسبة ما جات اللهم نضر نضر نديرو الدجاج لراسنا، ندير داك شوية ديال الماء اللي تبقى ليا هنايا، نحاول نقرب واحد البصلة بلا ما طرق خويا البنات لأن باقا غادي تشحر، نتا نديرها بحال هكا ولكن ملي تتشحرها راه تتعسل وتت تدوب كاملة، نحاول نخليها شوية كبيرة في الدجاج. ما تنحاولش بانني نقرد البصله رقيقه لان هي راه تذوب البنات، حاولوا تخليوها شويه دايره باش منين تشحروها ما تذوبش في خطره كامله، ما تبانش كاع خطره. المهم دابا تشوفوا الضميره كيفاش ما شاء الله تطلع، انت ديرها هكايا معكم مركوشي. دابا الحمد لله هاد البنات اللي مكوشي ما شاء الله تعرف طيب الدجاج وحمر الدجاج. تنوريو غير البنات اللي مبتدئات هنايا، غادي نحاول ندير هاد العطريه اللي بقات ليا كامله نخليها هنا، هاد البصله والدجاج البصله الحمراء قاصحه ومجهده. هنا ندير شويه ديال الزيت، هنا مخلطه شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الروميه، ندير شويه نحط فوق البوطه يتشحر، ونحاول نقرر ديك البصله ديالي كامله ونديرها عليه ونرجع معاكم. هانتوما غادي درت ديك الدجاجة تتقلى فسميتو، غنوريكم كيفاش غندير التكرات ديال البصلة قداش، متنديروش صغير ديروها هكايا راه تدوب البصلة ملي تطيب وتتعسلوها تتشحر مزيان راه تدوب. واحد النهار درتها لديك ديك الطحانة ديال اللي تدير البصلة وهادي اللي عندها غلاقة ديالها خضرا، درتها بزاف ولكن ملي طاب ليا الدجاج ولا داكشي كلو بصارة صافي من تم تنخليها شوية هكا تنخليها شوية كبيرة على أساس منين تطيب تشحريها مزيان ملي تحيدي الدجاج وتغسليها راه تدوب. انا غادي نخليكم دابا غادي نرمي هاد البصله هادي على الدجاج ونسد عليها، انا ما غنسدش عليها الكوكوط غنخليها محلوله الكوكوط باش ما يحلياش الدجاج، تيطيب ان شاء الله ونرجع معكم نوريكم كيفاش
وغادي نرمي مع هاد البناطي غادي نرميهم، والكبادي راني غادي نسلقهم في شويه ديال الماء والخل والملحه ونقردهم وعاد نرميهم. نات نرمي دوك الكبادي البصله ديالي تشحر هي ودوك الكبادي. الفران شعلتو، الفروج الى حيدتو غادي نخشيه في الفران ونخليه واحد نص ساعه يطيب في الفران، يعاود يكمل الطياب مزيان. هو راه طايب كما تيبان لكم، ولكن غادي نخليه يزيد يطيب مزيان باش يطيب مزيان. عاد تندير ليه الزبده وتنحمرو. عاد خليكم معايا ما تمشيو فين. بنات مول كريت يطيب كما تيبان لكم. البغمير ديالي لصقات ليا في الكوكوط، تبرتها هنايا نضبط ليا الكاميرا. شوفوا ما شاء الله مهسلة، كبادي طايبين، واحد الريحة بما شهيتكم البنات. اللي تتوحم تسمح ليا، واللي قريبة ليا هنا في قنيطرة مرحبا، تآمر وأنا ننفذ. الفلفل الطيب الدجاج راه هو راه تقريبا قريب يطيب في الفران، قريب يتحمر. ونحط ان شاء الله ونرجع معكم البنات. اوكي يلا ما تمشيو فين، بقاو معايا. الدجاجه ديالي وجدت، هي تحمرات في الفران كما تبان لكم. شهيتو بالكبادي بزاف صراحة، واحد الريحة ما شهيتكم. الريحة يا سلام، ريحة بحال ديال العراسات. نتمنى تعجبكم هاد دجاجتي. نفرقو هاد الضميرة هادي، صراحة ما عنديش الحامض ولا الهريسة باش نزوق بيها. أو الفريد درت غا شويه البنات، أن هاد الدجاجة راه تواكلة كبيرة. تنتمنى تعجبكم هاد دجاجتي الحلوة. الدجاجة ديالي واجدة، يا سلام. ولا عجبتكم هاد الوصفه هادي ديروا لي لايك، اللي خطيكم ابوني وبارطاجيوني مع الاهل والاحباب ديالكم. وشكرا بزاف على الوفاء ديالكم، تنشكركم تنشكركم على الدعم ديالكم. غنمشي ناكل قبل ما تبرد لي الدجاجه. يلا بالسلامه عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.